بعد إجراء عمليات الاستنبات الجرثومي من قبل فريق طبي وصيدلاني لمدة 48 ساعة، بدأ لون اللحم المكبر عليه زهريا فاتحا، واللون اللحم غير المكبر عليه بدأ أحمر قاتما يميل للسواد ويميل إلى الزرقة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والموقوذة والمتردية، النطيحة نطحها حيوان آخر بقرونه أو برأسه، وما أكل السبع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أحبائنا في حلقة جديدة تهم كل إنسان وإنسانة فيكم، وخاصة ربات البيوت أو الجميع كبارا وصغارا، لأن فيه موضوع طبي وصحي هام للغاية، وحل هذا الموضوع الطبي بسيط جدا 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 جدا، بسيط للغاية. فلا تفوتوا عليكم هذه النعمة التي أمركم الله بها لكي تعيشوا أصحاء متعافين بمنتهى النشاط وبمنتهى الحيوية. عنوان الحلقة: ولا تأكلوا. ولا تأكلوا، طبعا أتكلم عن الطعام الحلال وليس المحرمات. المحرمات يعني قطعا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله، لكن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لم يقل حرم عليكم، لا، هذا يكون فسق. سورة الأنعام الآية 121. لكن قبل أن أتابع الحلقة، مثل ما وعدتكم في بداية كل حلقة، أرجو منكم أن تقرأوا سورة محمد صلى الله وسلم على محمد، فنحن من أكثر الناس إن شاء الله محبة لمحمد ولما نزل على محمد، ونؤمن بما نزل على محمد وهو الحق من ربنا، فنرجو أن جميعا أن يكتبنا الله مع الشاهدين. نتابع الحلقة. الآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لام المزحلقة لتأكيد الفسق، لم يقل وإنه فسق، وإنه لفسق. وضع اللام المزحلقة بخبر إن، زيادة على التأكيد أو التوكيد. سورة الأنعام الآية 121. أيها العاقلون، حتى ربات البيوت أثناء قيامها بتحضير الطعام عليها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حينما تقوم بوضع المكونات الطعام، يعني ما يخسران شيء، كل شيء تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن تذكر اسم الله عليه كي لا يكون فسقا. طبعا الفسق غير المحرمات، يعني لا نحرم الخبز والأكل والأرز إلى آخره، والخضار والفواكه. إن ذكر اسم الله تعالى على الطعام عند تناوله أو أثناء تحضيره هو أمر بالغ الأهمية من الناحية الصحية، لأن اسم الله هو اسم مبارك. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الآية الأخيرة من سورة الرحمن، أي يطفي البركة ويطفي الصحة ويطفي يعني طاقة الائتلاق وليس طاقة الاحتراق. طبعا يقولون لي مثلا في بلاد معينة يأكلون الخنزير لكنهم أصحاء، أقول يعطيك طاقة احتراق درجة حرارة 37 لكن لا يعطيك طاقة ائتلاق، فعلينا أن نبحث عن طاقة الائتلاق، سيماهم في وجوههم، فلعرفتهم بسيماهم. طبعا تجربة عملية سنعطيكم الأسماء بدقة، يعني التي حصلت بعد إجراء عمليات الاستنبات الجرثومي من قبل فريق طبي وصيدلاني لمدة 48 ساعة، بدأ لون اللحم
المكبر عليه زهريا فاتحا، مما يدل عدم نمو الجراثيم العنقودية، واللون اللحم غير المكبر عليه بدأ أحمر قاتما يميل للسواد ويميل إلى الزرقة. فريق طبي وصيدلاني متخصص أحضر قطعتين من اللحم، واحدة ذكر اسم الله عليها وواحدة لم يذكر اسم الله عليها. عرضوا النوعين من اللحوم، طبعا يعني هي لحمة واحدة، يعني قطعة لحم قسموها نصين، كنا نقول هذا لحم خروف وهذا لحم جمل وهذا لحم، لا، واحدة كبروا عليها وذكروا اسم الله عليها وواحدة لم يذكروا اسم الله عليها. وضعوا القطعتين من اللحم، عرضوها للاستنبات الجرثومي. طبعا السادة الأطباء، يعني نحن لسنا أطباء، نحترم جميع الأطباء. إذن فلاحظوا نمو الجراثيم العنقودية أكثر بشكل هائل على اللحم الغير مكبر عليه. الفريق الطبي الذي قام بالتجربة، طبعا نرجو أن يطيل الله بأعمارهم جميعا، وإذا منهم من انتقل للآخرة فرحمه الله. منهم نذكر الدكتور مروان السبع، مروان السبع، أستاذ الوراثة بجامعة حلب. الدكتور محمد نبيل الشريف، عميد كلية الصيدلة بجامعة دمشق. طبعا الموضوع قديم يعني جدا، من 20 عام. الدكتور عبد الرزاق الحسين، نقيب الصيادلة في محافظة إدلب. لذلك الأمر الإلهي الصريح، الأمر الإلهي الصريح مثل ما ذكرنا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والفسق هو الفاسد والغير نافع، يعطيك طاقة احتراق لكن لا يعطيك طاقة ائتلاق ويسبب الأمراض، الفسق. إذن أمر إلهي مباشر، وهذا الأمر لا يقل أهمية على الإطلاق من أمر أقيموا الصلاة، من أمر فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني لا يقل عن الصوم والصلاة والزكاة أيضا. ولا تأكلوا، إله يتكلم، إله يأمر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أكرر للمرة العاشرة، لا أقول حرام، المحرمات طبعا، الطعام والشراب المحرم معروف، سيأتي معنا بعد قليل. والأمر الإلهي الصريح بالأكل مما ذكر اسم الله عليه. بصورة الأنعام أيضا، الآية 118 والآية 119، فكلوا، أمر إلهي مباشر، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ما لكم لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه؟ لاحظتم صورة الأنعام الآية 118، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما لكم لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه. وعدم ذكر اسم الله على الطعام هو افتراء على الله. قال تعالى وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، أيضا بصورة الأنعام الآية 138. إذا ذكر غير اسم الله عند الذبح، يعني ذبحت، يعني لم يذكر اسم الله، ذبحت إلى صنم، ذبحت إلى كذا، ذبحت باسم شخص آخر، معبود آخر، يكون لحم الذبيحة فسق وغير قابل حتى للتزكية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا فإنه رجس، هنا ذكر رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، سورة الأنعام الآية 145. إذا أنت ذكرت غير اسم الله فهذا أصبح فسق أهل لغير الله به، وهو غير قابل للتزكية. طبعا بعض الأمور قابلة إلى التزكية، المتردية والموقوزة والنطيحة وما أكل السبع،
إذا في اللحظة الأخيرة قمنا بعملية الذبح، قال تعالى إلا ما زكيتم، لكن هذا غير قابل للتزكية نهائيا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والموقوذة والمتردية. الموقوذة ما ضربت بآلة حادة، المتردية سقطت من مكان عال، النطيحة نطحها حيوان آخر بقرونه أو برأسه، وما أكل السبع يعني حيوان مفترس أكل قسم من الذبيحة وبقي. إلا ما زكيتم، هذا قابل للتزكية إذا في اللحظة الأخيرة قمنا بعملية الذبح للموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. توقف هنا وقال وما ذبح على النصب، وضعه خارج التزكية فهو فسق وهو محرم. هذه نصيحة إلهية لكم، اذكروا اسم الله على الطعام. يا ربات البيوت ويا أيها الناس، علموا أولادكم أن يذكروا اسم الله أثناء تناول الطعام. أخيرا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فهذا هو الفقه. سورة الأنعام الآية 65. نختم بمثل دارج عندنا بحلب، مثل مضحك. الذي يدخن السيكارة يقولون هذا مثل السيكارة، لا أولها بسم الله ولا آخرها الحمد لله. إذن مثل السيكارة، لا أولها بسم الله ولا آخرها الحمد لله. الذي يدخن السيجارة لا يقول في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم ويشعلها، وفي النهاية بعد أن تنتهي لا يقول الحمد لله رب العالمين. إذن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. كل الشكر لكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جعلنا الله وسيلة لتقديم الخير لكم، فالله سبحانه وتعالى يريد لكم الخير ولا يريد لكم لا جهنم ولا السوء ولا المعيشة الضنكة، لكنها الشيطان يعدكم الفقر ويعدكم المرض، الفقر الصحي والاجتماعي والمالي، هذا من عمل الشيطان. صلى الله وسلم على صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين.